الفلسطينيون بسبب انحرافات قياداتهم مرفوضين في كل لبنان. ينشئون دولة خاصة، المهم ألا يبقوا هنا. انت واحد عرس؟ وهذا القصة المخالف، الزلمة كان عم يعمل شغله. أنا مش عبد عند حدا وما حدا له عندي شيء. تبي شو عم بقول لك؟ أفضل له يعتذر. وقال له لحد مشاكله ضده ضد شركته. هي مع الشرعية، القوات المدنية. أنتوا أصلاً شعب بلا أصل. بيعرفوا إمتى منكون مبسوطين، زعلانين، مضايقين. همي لما نخلص معه بدي يتمنى لو كان في 100 شراهم بوجهه بدالي. ياسر سلامي كمان صار عنده ردة فعل على الكلمات يلي استهدفت هويته. هذا شي طبيعي، هذا شي حتمي، هي طبيعة الإنسان. انت ليه عم تعمل كل هذا؟ حتى لو كنت من اكثر الناس المظلومين بالعالم، هيدا ما بيعطيك العذر انك تتصرف بشكل عنيف. انت كلب صهيوني. نحن عايشين بهالبلد سيد توني، كلنا اخوه. لا مش كلنا اخوه فخامة الرئيس. المسيح لحتى برملو خد التاني.